السلام عليكم، معكم الاخت كريمه. اليوم حنحضروا مع بعض كيفيه تحضير خبز الفطير. كاين اللي يقولوا خبز الفطير، كاين اللي يقولوا الكسره، كاين اللي يقولوا الخساس، كل منطقه وكيفاش يسموه. اذا واش راح نحتاج هنا؟ راح نحتاج الى سميد يكون متوسط، نحتاج 3 كيلات، نحتاج رشه تاع سكر ورشه ملح، ونحتاج رشه تاع الخميره الفوريه، يعني تقريبا نص ملعقه صغيره تاع القهوه، يعني ما نعمروهاش مليح. ونحتاجو فنجان تاع زيت الزيتون، اللي ما عنده زيت زيتون يقدر يدير السمن ولا يقدر يدير الزيت العاديه. ونحتاجو الماء باش نشمخو العجينه تاعنا. اذا راح نبدا على بركه الله. بسم الله، نحط السميد، من بعد يعني نحط الحوايج الناشفين قبل، ومن بعد نحط السوائل. ندير رشه تاع الخميره، رشه تاع السكر، وندير رشه تاع الملح هكذا. يا نخلط مليح باش يدخل السكر مع الخميره في السميد. واش راح نعمل؟ راح نفرغ الزيت. نمشيها مليح مع السميد. كأني راني نعمل مبسس. يعني ندخل الزيت تاعي مليح في السميد. هنا نبدا نرش بالماء باش نمو العجينه تاعنا. نفرغوا الماء شويه شويه باش ما تجيكمش جاريه وتفسد لكم العجينه. يعني العجينه لازم تكون شادة روحها شوية، ماشي شامخة بزاف وماشي يابسة، باش تجينا سهلة باش نعجنوها. نبدا نلم هاد العيار، بعد ما لايمت العجينة تاعي بالماء، الآن راح نزلقها مليح بهاد الطريقة بهادوما. نقطعوش العجينة، ندلكوها مليح هكذايا لمدة 10 دقائق. بعد ما ندلكوها مليح راح نقسموها على 4 هكذا، ونبدا نكور في القرصة تاعنا بهذه الطريقة. مع حافة الحواف تاع الجفنة نبدا ندورها هكذايا، على هاد الشكل. نخليها تجيح حتى نكمل كامل القرصة تاوعي هكذايا. نخلي العجينة تاعي ترتاح واحد 5 دقائق، ما بيد يسخن الطاجين مليح، ومن بعد نبداو نطيبو. اذا هنا راح نبدا نقرص الكسره ديالي. ندير شويه فرينه فقط، يعني باش ما تلاصقناش، تجيكم سهله باش تخدموها. بسم الله، تقدروا تستعملوا الحلال وتقدروا تستعملوا اليد كيما تحبوا. هكذايا نقرصها مليح
ونعاونها باليد بهالطريقة، نجد من الوسط ونروح للطرف. نحلها على سمك ثلاث حتى أربعة مليمتر، يعني ما نديروهاش خشينة بزاف لأنه ما نساوش أنه العجينة تاعنا فيها شوية خميرة، يعني راح تطلع شوية ماشي بزاف. نعاونها شوية هكذا بالحلال باش يجي القوام تاعها كامل متساوي، ما تجيش جهة خشينة وجهة رقيقة. هذه أسهل طريقة باش تحلو الكسة ديالكم. نسقمها مليح من الطرف، نتحصلو على هذا الشكل ونحطوها في الطاجين باش طيب. بعد ما نحطوها في الطاجين نبداو نتقبوها بالشوكة، نتقبوها لازم كامل القرصة. اذا نتقبها في هذا الشكل كما راكم تلاحظوا، ومن بعد نبدا نحرك فيها هكذا غير بشويه هكذايا باش طيب على قوام واحد، يعني ما جيناش من جهه طايبه وجهه. الان راح نقلب القرصه ديالي هكذايا. دوك نوريكم سر النجاح نتاع الكسره، هي لازم نطيبوها يعني ما نحوش يدينا فوق الكسره، يعني نقعدوا هكذا نمشوا عليها نضغطوا مليح باش ما نخلوهاش تطلع وباش تحمر لنا طيب على على وجه واحد، يعني تجي حمراء ما تجيش جهه طايبه وجهه خضراء. نقعدوا هكذايا ما تضغطوا، يعني ما تنحوش يديكم حتى تقعدوا تقلبوا مره على مره وتشوفوا انه الكسره تاعكم طابت كامل على قوام واحد باش منها انها ما تخرجش فقاعات تاع الخميره. شوفوا مليح بعد ما قلبناها، ملاحظه لازم كي تطيبوا الكسره تاعكم طيبوها على نار قليله باش ما تحرق لكمش وميم طون الطيب بعقلها. اذا الكسره تاعنا هنا راهي حاضره، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. الى عجبتكم الوصفه ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو وتشاركوا به الاصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.